كمان جملات في الخارج وأكبر بكثير مما كان في الداخل، لبل كان هو الأكبر. يعني كان يعني وقت اللي كان يروح على مصر كان عبد الناصر يستقبله كصديق كرفيق كشريك في أخذ القرارات، وهذه كان يقول له للسفير عبد الحميد غالب مش من مهمتك تملي على كمال جملات ماذا يعمل، مهمتك أن تعمل بما يملي عليك كمال جملات.